من هؤلاء العمار ينقل عنك عنه كلام يوم استشهاده في صفين، بس يوم لو قبل ما أدري اللي كان يقول قبل هجومه على العدو قال يا إلهي، من بين هاي كلام كان بصوت اللي الناس سمعوا، يا إلهي أنت تعلم أن عمار صادق في كلامه لا مجازف ولا مبالغ، إذا أعلم أن مضمون كلامه أنك تحب مني أن أجعل رمحي في صدري وأركع حتى يخرج من ظهري لأفعل، إلهي أنت تعلم لو تعلم أني عمار، لو أعلم أنك تريد مني أن أغرق في هذا الماء المياه البحر فرات صفين لأغرق نفسي وأنا صادق في كلامي. شنو الله يريد من عندي؟ أنا أسوي، ما عندي أي مانع، أنا أسوي بيدي إذا أدري الله عز وجل يريد. والآن أعلم أن الله لا يريد مني إلا دفاع عن سيدي ومولاي أمير المؤمنين، فأدافع عن أمير المؤمنين وهجم على القوم واستشهد. هذا يعني شنو؟ يعني رضا، يعني ما يتعب، يعني ما يتأذى. سيوف خليجيني سيوف، من يشوف دماء تنزل من وجهه يفرح، هاي الدماء لأجل الدفاع عن العقيدة عن الدين عن مولاي سيدي مولاي أمير المؤمنين.